هذا سجسد. قل رأيت أحد دعاة المسلمين المشهورين يزور النصارى فيما يزعمون أنه ميلاد المسيح ويهنئهم بعيدهم وحجة من باب المجاملة والحفاظ على الوحدة الوطنية والتعايش المشترك بين المسلمين والنصارى، فهل يجوز ذلك؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. يجوز. هناك النصارى واليهود والمجوس وغير المسلمين بالأمور الدنيوية فقط، يعني في الزواج أو رزق بولد مثلاً أو ببيت أو نحو ذلك. أما في الأعياد الدينية فلا يجوز للمسلم أن يعظم ديناً غير دين الإسلام، وإلا كفر. ما يجوز تعظيم أي دين يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غيره غير دين الإسلام. فالعيد الديني لا يجوز، وكذلك الحربي ما يجوز تهنئته حتى بالأمور الدنيوية، وإنما هذا في المسالم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فغير الحربي فهذا يجوز تهنئته في الأمور الدنيوية، مثل بيت جديد، جاله وظيفة، جاله مركز، جاله شيء، فيجوز تهنئته في هذا. أما في عيد الدين لا، هذا ما يجوز للمسلم أن يحتفي أو يحتفل بعيد لغير الإسلام، لأن هذا احتفال غير الإسلام هذا لا يجوز. لا يجوز أن نعظم دينا غير من الإسلام، بل نص كثير من أهل العلم على أن صبغ البيض بس فقط، مجرد صبغ البيض في عيد الفصح كفر، ما يجوز أن يشاركوا. فالذين يشاركون في أعياد الميلاد مثلا بشجرة الميلاد أو بنوع من هذا أو بيض فهذا لا يحل، هذا لا يحل هذا. أما هذا الداعية الكبير يعني مخدوم في هذا الأمر.